قدمت على الرعايه من 2022 لحد السابع ماكو اسمي. يقول اعطينا 900 الف نطلع. من اللي قال لك اعطينا 900 الف؟ واحد من الموظفين. تعرفه؟ اعرف شكله بس ما اعرف اسمه. قال 900 اعطينا وتطلع. تعرفه شكلين؟ اعرف شكله 100%. قبل ايش قد هذا الحكي؟ هذا الحكي قبل 7 اشهر 8 اشهر. زين؟ اي قال اعطيني 900 وطلعت الراتب. وانا ما عندي 900 وعندي اثنين مرضى وانا مريض عندي ثقه وضغط وما وعندي اثنين مرضى بالبيت. زين اي وانا 900 ما عندي وانا اشتغل 115 ومطعم 15 الف يوميا. زين اي شايف شايف طلب عندك 900 الف حتى يطلع لك الكيكه. اي مال رعايه هذا يدزون عليك تروح تجاوب داخل الدارة. تعرفه؟ اعرفه بداخل. تعرفه؟ اعرف الشتاء محمد سامي. محمد سامي شنو؟ محمد سامي قميش. بيا مطعم تشتغل؟ اشتغل بالشورجة. بالشورجة؟ اي. عندك تليفون؟ عندي تليفون. شو رقمك؟ 0772-91-883. شكرا لك. هلا قلبي يا غالي. حياك الله. ان شاء الله منشدات الناس هاي توصل الى الجهات المختصة والجهات المعنية لحل هاي المشاكل لحل هاي القضايا. ومثل ما تشوفون امامكم احنا اليوم ننقل الحقيقة وننقل الواقع الموجود، والحمد لله وشكرا صار اكو تعاون من قبل رعاية الاجتماعية. هذا رقمك؟ وتدلل محمد الله يديك الله يسلمك. اخذ رقمك استاذ؟ انا خلاص انا الحمى حيخاف. اي محمد الله يديك استاذ. استاذ رجع عندك رجاء اخوي. كنت تمشي لباي. قول يا الله ما بعد يتصلون بك ان شاء الله. ما طلع على وادك استاذ. اشكرك حبيبي محمد الله يديك استاذ. طبعا